أهلا بكم في المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، أنا دينا سالم، ونتابع في ملفاتنا الليلة. 9 دول عربية ترسم مستقبل الطاقة الجديدة في الوطن العربي، ومصر في الصدارة ب23 مشروعا. خلال زيارته لمصر، رئيس وزراء العراق يوقع 11 اتفاقية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين. ارتفعت حصيلة المشروعات المعلنة والمخطط تنفيذها لإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين في الدول العربية إلى 73 مشروعا، وجاءت مصر في صدارة الدول العربية المنفذة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب، وهو ما يشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستلعب دورا كبيرا على المستوى العالمي، وهذا وفقا للتقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والمعروفة اختصارا بأوابك. بشكل عام، شهد العام الماضي ضخ ما يقارب 240 مليار دولار في أكثر من 680 مشروعا عالميا لإنتاج واستهلاك ونقل وتخزين الهيدروجين، ما يمثل زيادة بنسبة 50% في الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع مقارنة بالعام السابق له 2021. ويأتي توجه الدول العربية نحو إنتاج الهيدروجين متماشيا مع زيادة الطلب العالمي على استهلاكه. الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يستهدف زيادة اعتماده على الهيدروجين لتلبية 14% من الطلب على الطاقة في أوروبا، وهذا بحلول عام 2050. أما إذا انتقلنا إلى نسب تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر على مستوى الدول العربية، فتتصدر مصر القائمة بإجمالي 23 مشروعا غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثانية بإجمالي 11 مشروعا غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. كما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بإجمالي 10 مشروعات متنوعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق والأمونيا الخضراء. يأتي هذا بينما بلغ إجمالي المشروعات المعلنة في المملكة العربية السعودية 9 مشروعات متنوعة بين إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا. نذهب للمرتبة السادسة، وتحتلها دولة موريتانيا بإجمالي 7 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء أيضا. وفي المرتبة الثامنة جاء مشروعان في كل من جيبوتي وجمهورية العراق. تضمنت القائمة كذلك الأردن ضمن الدول طبعا المهتمة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، مع تنفيذها لمشروع واحد إذن، وأيضا في قطر لديها مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر. إذن مشاهدينا، كان هذا عرضا سريعا عن ترتيب الدول العربية في إنتاج الهيدروجين وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة أوابك أو منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. شكرا جزيلا على متابعتكم.
بكم. نتحدث أكثر عن إمكانيات الدول العربية من الهيدروجين الأخضر التي تؤهلها إلى تحقيق مستوى متقدم في التحول نحو الطاقة النظيفة. للنقاش والتحليل ينضم إلينا من الرباط رشيد الساري الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد. وبداية، كيف ترى اتجاه الدول العربية بشكل عام في هذا التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر بعد تنفيذ أكثر من 73 مشروعا؟ إذا سمحت لي أستاذة دينا، يجب يعني أن نستخدم مجموعة من المعطيات جد مهمة. عندما نتحدث اليوم عن هيدروجين أخضر، فهو نسبة مساهمته على المستوى العالمي في الطاقة يعني تشكل 12%، هذا رقم جد مهم. ثانيا، يجب التأكيد بأنه هناك اتجاه كبير وكبير جدا اليوم، ليس فحسب للدول العربية ولكن على المستوى العالمي، الاتجاه أصبح نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بشكل كبير. اليوم يعني مجموعة من العوامل تساعد على الإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل الدول العربية. لماذا؟ لأنه أولا هناك تقنيات جديدة أصبح يعتمد عليها من خلال تحلية مياه البحر، ونعلم أنه مجموعة من الدول العربية عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية، عندما نتحدث عن الإمارات العربية المتحدة وكذلك مصر، هذه الدول الثلاث بالإضافة إلى المغرب اليوم يعني الدول الأولى من حيث الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر. إذا اليوم أصبحت هذه التقنية يعني تحلية مياه البحر يمكن أن تنتج لنا يعني الهيدروجين الأخضر، وكذلك كما جاء في تقريركم أنه حتى الأمونياك الصديق للبيئة أصبح ينتج من خلال يعني تحلية مياه البحر. أظن اليوم هذه العملية أو هذه الدينامية التي نعيشها اليوم هي ضرورية وأصبحت حتمية، لأنه مجموعة من الإقراءات على المستوى العالمي أصبحت اليوم متواجدة. اليوم نتحدث عن نسبة انبعاثات الغاز التي أصبحت تعرق مجموعة من الدول. لاحظنا أنه كيف اليوم يعني فقط يعني وسائل النقل التي تعتمد على الطاقات الأحفورية أنها تشكل يعني نسبة الاحتباس الحراري الناتجة عن هذه الوسائل النقل تصل إلى أكثر من 26%. نسبة رفع الحرارة اليوم يعني لاحظ بأنه الحرارة على المستوى العالمي ارتفعت ب 0.6 نتيجة هذا المشكل. إذا اليوم يعني ما تقوم به هذه يعني مجموعة من الدول العربية أظن أنه يدخل في الإطار الطبيعي، خاصة إذا علمنا كذلك بأنه مجموعة من المقاولات أو الشركات الكبرى العملاقة يعني أرباحها التي يعني مجموعة من الأرباح التي حصلت عليها سنة 2022 عوض أنها تستثمرها في الطاقات الأحفورية أو في مجالات أخرى، لاحظنا بأنها تم استثمارها في مجالين. المجال الأول هو المجال الأسهم، ولكن المجال الثاني وهذا أكيد هو أنه في مجال الطاقات المتجددة. نعم. هذا التقرير أو هذه اللائحة هي لائحة واعدة أن هناك المشهد، وأتوقع شخصيا أنه تكون يعني هذه يعني مجموعة من الدول العربية خاصة عندما نتحدث عن مصر وكذلك المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، ويعني المغرب يعني يأتي في مرتبة رابعة فيما بعد أنه صحيح. أريد أن أؤكد على هذه النقطة، يعني المغرب يحتل المرتبة الرابعة بسبعة مشروعات، وربما تلي في المرتبة الجزائر بأربعة مشروعات وموريتانيا بثلاثة مشروعات. سنتحدث أكثر عن المغرب، لكن دعنا نشرك الآن في هذا الحديث الدكتور سامح نعمان استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، ينضم إلينا من القاهرة. دكتور مساء الخير. ومصر تتصدر قائمة الدول العربية في مشروعات الهيدروجين الأخضر وأيضا الأمونيا الخضراء، نحن نتحدث عن 23 مشروعا. كيف يشكل الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة النظيفة في مصر؟ مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لضيف سيادتك. هو بالنسبة للتقرير بتاع أوبك بيقول ان احنا في الوطن العربي في 73 مشروع للهيدروجين،
منهم 23 موجودين داخل مصر، أي يعني بنسبة تقريبا 32% من إجمالي المشاريع. إحنا عندنا منهم 18 مشروع للهيدروجين الأخضر وثلاثة للهيدروجين الأزرق ومشروعين لمحطة تموين السفن. بالنسبة لأي مشروع للهيدروجين الأخضر لازم تكون المقومات الرئيسية الأساسية بتاعته موجودة في أي دولة علشان يكون البنية الأساسية موجودة عشان يتم المشروع. على مستوى الدول العربية بالكامل البنية الأساسية المتوفرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر هي متوفرة في مصر ومتوفرة بكفاءة، بمعنى أن العنصرين الرئيسيين يا إما طاقة متجددة وبجانبها المية المحلة. جمهورية مصر العربية تمتاز بأنها عندها ساحل البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط، دول 1300 كيلو متر مية سواحل، فنقدر نعمل منهم تحليه الميه. ده بالاضافه ان جمهوريه مصر العربيه الاولى على مستوى الشرق الاوسط في انتاج الطاقه المتجدده، سواء الطاقه الشمسيه او في طاقه الرياح او في الكهرومائيه. يعني لو اخذنا مثال بسيط، هي طبعا الدوله الوحيده على الوطن العربي والشرق الاوسط اللي تتوفر فيها الطاقه المتجدده وبكفاءه وبخبره من 2014، ولا تعتمد عليها الدولة في إنتاج الكهرباء أو تدخل في الشبكة بتاعة الكهرباء كاعتماد رئيسي. إنما كل الدول العربية أو الموجودة في الشرق الأوسط اللي بتنتج الطاقة المتجددة فهي بتعتمد على أنها تدخل داخل الشبكة. يعني حضرتك لو بصينا للمغرب هنلاقي أن المغرب بيعتمد على الوقود الأحفوري بنسبة 84% من إنتاج الكهرباء عنده. من الطاقة المتجددة بيعتمد اعتماد رئيسي على 19.6% من الكهرباء بتدخل على الشبكة، اللي هي بتبقى 19.6% كهرومائية، اللي منها 7.3% كهرومائية و8.1% رياح و4.2% طاقات أخرى. ولما بنقول أي دولة بتنتج طاقة متجددة وبيدي نسبة، المفروض ما يديش نسبة، يدي كمية إنتاج قد إيه. لأن لو في دولة بتعتمد أو الإنتاج بتاعها كله 5 جيجا، لما يجي يطلع 1 جيجا بيبقى 20%. احنا بننتج يعني احنا داخلين في الشبكه ب 8 جيجا، ف 8 جيجا دي بتغطي اي دوله تانية، فالمفروض يقول انا بنتج قد ايه. انما طيب هذه نقطه مهمه جدا، هذه نقطة مهمة جدا دكتور سامح. إذا أعدنا ترتيب هذه القائمة بناء على حجم الإنتاج، من سيتصدر هذه القائمة من حيث الإنتاج وليس عدد المشروعات؟ من حيث الإنتاج هيبقى برضو جمهورية مصر العربية وتتصدر بقائمة كبيرة جدا بالنسبة لباقي الدول. حضرتك عمان شغاله كويس قوي وعندها 11 منتج، منهم 8 طاقه هيدروجين اخضر. الامارات متنوعه لان بتعمل الهيدروجين الاخضر وعندها الازرق وعندها محطه اعاده تعبئه السيارات بالهيدروجين هي والسعوديه، وعندها محطه تموين الطيارات دي برضو متوفر عندها. السعوديه متوفر عندها، المغرب عندها مشروع 7 مشاريع اللي هي بتعملهم، بس الطاقه المتجدده اللي متوفره في المغرب لا تكفي الانتاج، ولذلك اللي بيعمل المشروع بتاعه بيعتمد انه يولد الطاقه المتجدده علشان ينفذ المشروع، بخلاف عندنا في مصر اللي هيجي يشتغل هيلاقي الطاقه المتجدده متوفره. يعني هدي لحضرتك ابسط مثال، احنا عندنا الطاقه الكهرومائيه اللي بتطلع من جبل عتاقه بتديني 2.4 جيجا وات ساعه، لو احنا على 8 محاور كل محور بيديني على 8 قنوات كل قناة فيها 300 ميجا. لو احنا اشتغلنا بقناة واحدة اللي هي بتديني 300 ميجا اقدر انتج ما يقرب من لا يقل عن 8000 طن هيدروجين اخضر في الساعة. فاحنا اذا الطاقه الكهربائيه الجاهزه لانتاج الهيدروجين الاخضر موجوده. انا اعطيت لحضرتك مثال، انا لو رحت لطاقه الرياح ولا للطاقه الشمسيه، انا بقول لحضرتك حاجه متوفره في جبل عتاقه، نعم، وخدت منها شانل واحدة هتديني 8000 طن هيدروجين أخضر في ساعة. أي دولة تانية من الدول بتحتاج تعمل محطات علشان تبتدي تنتج. ده بخلاف أن محور قناة السويس مجهز البنية الأساسية لإنتاج الهيدروجين في منطقة خاصة بإنتاج الهيدروجين، نعم. والمنطقة اللي موجودة دي فيها خط ربط مباشر أرضي ما بين المصانع وقلب الميناء من العين السخنة لنقل الهيدروجين المنتج إلى مناطق التخزين اللي موجودة في العين السخنة، كمان بالإضافة إن لها رصيف خاص لتصدير الهيدروجين الأخضر. أدي حاجة. الحاجة التانية، المميزات اللي عطاها رئيس الوزراء ووقع عليها من حوالي 3 أسابيع،
المميزات دي بتدي ان اللي بيقدم الضريبه الاوراق الضريبيه بتاعته والدخل بيرجعوا له منها ما يقرب من 33% الى 55%، وبترجع لصاحب المشروع وما بيتاخدش عليها ضرائب، وكمان كل المعدات بتدخل فري مع الضرائب. اريد هنا ان ننتقل للاستاذ رشيد، بما اننا يعني تحدثنا باسهاب عن المغرب، وطبعا ما يلفت الانتباه الى جانب عدد المشروعات المنتجه للهيدروجين الاخضر في المغرب، الجذب للاستثمارات الأجنبية. يعني نجد أنه شركات من الولايات المتحدة، من ألمانيا، من دول عديدة تستثمر في المغرب في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. ماذا عن التسهيلات المقدمة في المغرب لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية؟ إذا سمحت لي أستاذة دينا، يجب الإشارة إلى يعني نقطة يعني مهمة كذلك، وأنه اليوم يعني الأسواق يعني الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، نتحدث يعني في رأس القائمة، نتحدث عن 3 دول، نتحدث بالدرجة الأولى عن مصر، يعني لها الريادة الكاملة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأنا أتفق مع الأستاذ. هناك كذلك الإمارات والمغرب، يعني أنه ممكن في سنة 2030 أن يصل حجم إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى أكثر من 3 ملايين طن. هذا رقم مهم ومهم جدا. مسألة أخرى، تحدثت عن الاستثمارات، هناك يعني بعض التقارير مؤخرا يعني تم إصدارها من أحد يعني من أحد مكاتب الدراسات. اليوم المغرب يعتبر إلى جانب كل من اليونان واليابان من الدول الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. هذا لم يتأتى من فراغ، ولكن هناك مجموعة من التسهيلات، هناك تسهيلات ضريبية، هناك كذلك تسهيلات في مجال يعني هناك إعفاءات، ليس فقط تسهيلات، ولكن هناك إعفاءات تمتد لأكثر من 5 سنوات. كذلك هناك دعم للاستثمارات، لأنه اليوم الاستثمارات الضخمة يتم يتم دعمها من طرف الدولة المغربية اليوم من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، إضافة إلى معطى آخر، وأنه يعني مجال يعني أو العقارات أو الأراضي التي سوف يتم فيها الإنتاج يعني تعطى بأثمان يعني جد معقولة جدا، أن هناك يعني أسعار تفضيلية من أجل اقتناء الأراضي. هذا اليوم ما تقدمه يعني الدولة المغربية. إضافة إلى هذا، يجب أن نشير بأن هناك دعم لوجستيكي، هذا مهم، إضافة إلى المواكبة، أو هناك يعني مكتب الوطني للهيدروكربونات الذي يسعر بشكل كبير على تتبع هذه العمليات. لا ننسى، وهذا يجب الإشارة إليه كذلك، بأنه اليوم المكتب الشريف للفوسفات استثمر أكثر من 140 مليار درهم، يعني تحدثوا تقريبا عن 14 مليار دولار، يعني تم استثمارها اليوم في المجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة، المتعلقة بإنتاج الأمونياك الأخضر، والمتعلقة كذلك بإنتاج الهيدروجين الأخضر. هناك دينامية، ويعني من بين يعني المزايا، وأنه سوف يتم تشغيل يعني مجموعة من المقاولات المغربية، سوف تصل إلى تقريبا نتحدث عن 650 مقاولة مغربية. فعلا اليوم هناك يعني دينامية في هذا المجال. لماذا؟ لأنه يجب الإشارة إلى معطى كذلك يعني لن أقول مهم، ولكن مقلق بالنسبة للمغرب، وأننا يعني ما نستورده من مجموع الطاقة يعني يصل اليوم إلى أكثر من 90% من الغاز وكذلك من البترول. ما ننتجه اليوم يعني من خلال يعني الطاقة الشمسية اليوم من الكهرباء، وصلنا إلى نسبة استقلالية وصلت يعني تحدث تقريبا عن 41%. يعني هناك يعني مخطط لأن نصل سنة 2030 إلى تقريبا 52%، على أن نصل إلى يعني مد الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة في أفق 2050 إلى تقريبا 80%. تا
طيب طبعا يجب أن نشير إلى أن المغرب تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. إذن كل هذه الاستثمارات في المشروعات المرتبطة بالطاقة الجديدة ربما تسهم في تحقيق هذا الهدف. أنتقل مرة أخرى للدكتور سامح نعمان من القاهرة. يعني إذا تحدثنا عن خريطة مصر من حيث مشروعات الهيدروجين الأخضر، ما أفضل الأماكن برأيك التي يمكن أن تقام عليها مثل هذه المشروعات؟ حضرتك لما بنتكلم على الأماكن اللي بتظهر اللي جاهزة للمشاريع طاقة الهيدروجين الأخضر، هي محور قناة السويس. محور قناة السويس حضرتك هو أي مستثمر هيجي مباشرة هيلاقي الأماكن المياه المحلاة موجودة، هيلاقي الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها سواء بقى من الشمسية أو من الرياح من الكهرومائية متوفرة، لمجرد أنه هو بيبني أو بيجيب الجهاز الإلكترولايزر اللي بيعمل تحليل للمياه وياخد على الهيدروجين ده يحطه يشتغل على طول، يعني يعتبر ترنكي بخلاف أي دولة عربية أو أي دولة في منطقة الشرق الأوسط بتقعد لها على الأقل سنتين ثلاثة عبل ما تبني محطات الطاقة المتجددة اللي بتغذي أماكن إنتاج الهيدروجين الأخضر. فإحنا عندنا متوفر بنية أساسية وبياخد الأرض عليها الإنفراستراكشر جاهز، يعني بياخد الارض فيها كل المقومات للانتاج او الشغل. اجي واحد بيلاقي الكهرباء من الطاقه المتجدده متوفره ومتوفره بكثافه، يعني لو عايز يعمل مشروع 2 3 انا قلت لحضرتك مثال صغير، لو خدنا قناه واحده بتديني 8000 طن في الساعه، طبعا ده كميه كبيره جدا، ده بخلاف الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، بخلاف ال10 جيجا اللي بتتعمل من طاقه الرياح اللي اتصدى عليها من 4-5 ايام، غير ال5 جيجا اللي بتاع شركه سكاتك من طاقه الرياح اللي موجوده، غير ال750 ميجا طاقه شمسيه موجوده. فاذا الطاقه الشمسيه عندنا متوفره وبتوفر كبير جدا. ثانيا الحاجه الاهم والاخطر بالنسبه لجميع الدول اللي بتنتج الطاقه الكهربائيه، ما هو مصدر الطاقة اللي أنا بنتج منه كهرباء؟ هل أنا بستورده ولا متوفر عندي؟ الحمد لله جميع محطات الطاقة الكهربائية المختلفة الأنواع سواء بقى غاز أو بالسولار، والسولار دي نسبتها 2% 0.5%، طاقة متجددة، كل ده متوفر موجود في مصر. فأنا ما بعتمدش على أي دولة تانية إن أنا أستورد منها الأساسيات لإنتاج الطاقة الكهربائية بخلاف جميع الدول الأخرى عدا السعودية والإمارات أو الدول المنتجة للنفط أو الغاز. فإذا أنا متوفر عندي مقومات إنتاج الطاقة الكهربائية التقليدية وإنتاج الطاقة المتجددة بجميع أنواعها، متوفر عندي الإنفراستراكشر، متوفر عندي المينا اللي جاهز اللي يصدر، متوفر عندي المينا اللي يستقبل جميع المعدات في نفس المكان، عندي كمان المميزات اللي زي ما قلنا حضرتك إن كل المعدات اللي بتيجي لهذا المشروع ما عليهاش أي ضرائب، وكمان لما بيصدر الهيدروجين من نفس المنطقة ما عليهوش أي ضرائب للدولة، فبالتالي في كل المقومات اللي تخلي أي مشروع للهيدروجين الأخضر موجود. ولذلك في 2020 وقبل مؤتمر كوب 27 تم أكثر من 22 مذكرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل جمهورية مصر العربية، بدأ التنفيذ منها من كوب 27، وفي كوب 27 تم التوقيع على ال 15 جيجا طاقة رياح 10 للإمارات و5 لسكاتك لشركة سكاتك النرويجية اللي هتنقل منهم الكهرباء إلى أوروبا عن طريق الكابل البحري اللي هيطلع من شرق بورسعيد. فإذا ده معناها إن المقومات كلها جاهزة، واللي عايز يعمل مشروع هيدروجين أخضر بيجي مباشرة يشتغل، ما بيدورش على انفراستراكشر ولا بيعمل محطات تحلية مية ولا بيعمل محطات كهرباء إلا إذا كان هو عايز يعمل حاجة خاصة بنفسه، إنما الحاجات دي كلها متوفرة داخل جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا الدكتور سامح نعمان استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، شرفنا من القاهرة، وشرفنا أيضا من الرباط الأستاذ رشيد الساري الخبير الاقتصادي. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام في القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، نواصل ملفاتنا ولكن بعد فاصل قصير.
ننتقل بكم مشاهدينا إلى هنا العاصمة المصرية القاهرة، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية محمد شيع السوداني رئيس وزراء العراق الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وعلى هامش الزيارة وقعت 11 اتفاقية تعاون في مجالات عدة في مقدمتها قطاع الطاقة، هذا بجانب الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. نتابع. للمتابعة ينضم إلينا من بغداد استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، ومن القاهرة معنا المهندس حسين الغزاوي خبير الطاقة. أرحب بكما وأبدأ معك أستاذ عاصم. يعني زيارة مهمة بالتأكيد في وقت تسعى الدول العربية لتحقيق التكامل في مجالات عدة وبالتأكيد التكامل الاقتصادي، برأيك كيف ستطور هذه الزيارة العلاقات التجارية بين مصر والعراق؟ تحياتي، أنا أفترض أنا عامر مش عاصم. العلاقات التجارية، نحن كناس متصدين للشأن التنموي نقول هناك التعاون الاقتصادي والاستثمارات البينية هي التي تسبق وتؤدي إلى تعاون وتبادل تجاري أوسع بالنتيجة. بالتأكيد هذه الزيارة، يعني خليني أقول شيئا، هناك حقيقة، يعني السلع المصرية سواء كانت الآن المنتجات الزراعية وحتى المصنعة، يعني الهوم أبلاينسز إلى آخره، هي مرغوبة في السوق العراقي، وأتوقع الآن لديها منافسة سعرية كذلك المنتجات المصرية باعتبار يعني موضوعة سعر الجنيه إزاء الدولار. هذه تلاقي ترحيب ولديها سمعة عالية في السوق العراقي. لكن الذي نطمح له نحن في العراق، وليس في العراق فقط، وكنواة هذه البلدان الثلاث التي تتحرك لكي تشكل نواة للسوق العربية المشتركة، خلونا نقول هكذا، اللي هي العراق الأردن مصر، هذا كل ما يزداد التعاون الاقتصادي بمعنى مشروعات مشتركة، بمعنى استثمارات بينية مشتركة. طبعا هم ثلاثة، البلدان الثلاثة تعاني من أزمة مالية واقع الحال، إذن كيف تستقطب الاستثمارات من الدول المحيطة الشقيقة وغير الشقيقة؟ هذا الذي أريد أن أقوله. لكن جوابا على الجواب المباشر على سؤالك سيدتي العزيزة، أنه إحنا نتوقع طبعا ارتفاع في يعني تحسن في العلاقات التجارية، لكن رغم أنه مذكرات التفاهم التي تم توقيعها كانت أولا مذكرات تفاهم، يعني وهذا اللي لابد أن نعرج عليه، وأتوقع ستسأليني عن هذا الأمر. وثانيا هو لم يفترض يتحول إلى عمل، يعني نقول كما نقول في العراقي الشيء العملي الحقيقي النهائي. صحيح أستاذ عامر، يعني يجب أن تترجم هذه المذكرات إلى مشروعات حقيقية على الأرض. سأتحدث معك عن هذه النقطة، ولكن لنذهب لضيفي من القاهرة الأستاذ حسين. وطبعا نحن نتحدث عن
دولة نفطية كبيرة مثل العراق، لكن لديها مشكلة في توفر الكهرباء. طبعا نعلم عن مشروع الربط الكهربائي ما بين مصر والعراق والأردن، كيف يمكن تحقيق التكامل بين مصر والعراق فيما يتعلق بهذين الملفين النفط والكهرباء؟ مساء الخير أستاذة دينا، وتحياتي لضيفك الكريم من العراق وجميع السادة المشاهدين. زي ما حضرتك تفضلتي، العراق دولة نفطية، يمكن تجاوز إنتاجها حوالي 4 ملايين برميل يوميا، عندها يمكن خامس احتياطي على مستوى العالم، ولكن للأسف العراق سنوات الحرب وقلة الاستثمارات في قطاع هام زي قطاع الكهرباء، يمكن بتنتج حاليا 24 جيجا وات من الكهرباء، ولكن احتياجها خصوصا في أشهر الصيف بيوصل ل 34 جيجا وات، وبتلجأ لاستيراد الكهرباء من دول المجاورة، والاستعمال كبير للمولدات الديزل اللي هي طبعا بتأثر على بتزود الانبعاثات علشان تعوض الفقر. في طبعا فرص كبيرة جدا، يمكن الوضع اللي العراق بتشهده من ناحية الكهرباء مصر مرت بيه في 2014، كنا يمكن بننتج نفس الكمية حوالي 24 جيجا وات، مصر قدرت في السبع ثمان سنين احنا نوصل ل 60 جيجا وات، ضعفنا من انتاجنا، ودي تجربة مهمة جدا مصر تقدر تنقلها للعراق، مش مجرد بس انتاج الكهرباء. يعني انا تقارير اللي قريتها على فقد الكهرباء علشان تهالك الشبكات في الشبكات الكهربائية في العراق يمكن بيوصل لنسبة من اعلى النسب العالمية، حوالي 35 ل 40%. مصر كان عندنا مشاكل في الفاقد في شبكات الكهرباء، وقدرنا نغير في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وعندنا تجربة مثبوتة في هذا نقدر نساعد فيها، نزود إنتاج الكهرباء، نحسن شبكات النقل في الكهرباء. ما نقدرش ننسى الطاقة النظيفة والمتجددة، لأن للأسف العراق بتنتج كل إنتاجها من الكهرباء من الوقود الأحفوري، مصر 20% من احتياجنا من الكهرباء بننتجه من الطاقة المتجددة سواء شمسية أو رياح أو طبعا الهيدرو من السد العالي. العراق عندها نفس الإمكانيات للطاقة المتجددة، مصر تقدر تنقل التجارب في الحكاية ده، هي من ناحية زي ما قلت توليد الكهرباء، شبكات الكهرباء، الطاقة المتجددة. من ناحية تانية العراق بإنتاجها الوفير من النفط، وإحنا عندنا سعة تكريرية في مصر أكتر من اللي إحنا بننتجه. مصر بتاخد النفط العراقي وبتكرره سواء للسوق المحلي المصري أو للتصدير، فدي يعني فرصة كبيرة للتعاون، بنعمل قيمة مضافة على المنتج النفط العراقي سواء بالتصدير أو للاستهلاك المحلي. التعاون الثلاثي ما بين مصر والأردن والعراق مهم جدا. حضرتك أشرتي للربط الكهربائي، يمكن الربط الكهربائي حاليا مصر بتدي الأردن حوالي 550 ميجا وات، وما يتم الربط الكهربائي ما بين الأردن والعراق ويحصل الأبجريد لشبكات الربط، هنقدر ندي 3 جيجا وات سواء للأردن والعراق، ودي هتساهم في تقليل الفجوة ما بين الاستهلاك والاحتياج للكهرباء للعراق، وعشان يقدر يبقى كهرباء طبعا، لأن الطاقة هي قاطرة التنمية، وإحنا سعداء بعودة العراق يعني إن في تنمية وفي مشاريع، وسعداء بالاتفاقيات اللي تمت النهاردة. ضيفك الكريم أشار إحنا عايزينها تبقى على أرض الواقع طبعا لمصلحة الشعبين الكريمين. شكرا لك مهندس حسين. وحول هذه النقطة طبعا أعود لما ذكرته أستاذ عامر منذ قليل، وحضرتك طبعا أشرت إلى أهمية أن تترجم مذكرات التفاهم إلى مشروعات على الأرض، ربما كان هذا هو السبب في أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 147 دولار فقط. يعني برأيك ما الذي يعطل تطور مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات تنفذ بالفعل؟ شكرا مرة ثانية، وشكرا للأستاذ حسين أنه مهد إلى هذا الموضوع.
ولاحظت الآن انطفأ الكهرباء عندنا. هي الحقيقة يبدو لي منتدى الأعمال العراقي المصري اليوم اللي انعقد، أنا متأكد سيناقشون أو ناقشوا، لأن هو يعني فقط قبل ساعات، موضوع التبادل التجاري. عمليا هو التبادل التجاري عندما نقول حوالي 147 مليون هو للربع الأول، يعني لفصل واحد 3 شهور، لأن هو التبادل 4 أضعاف هذا الرقم. نعم. هذا واحد. وللتنويه أنه هذا الرقم هو معظم صادرات مصرية للعراق، في هذا واحد للتنويه. الذي نقوله سيدتي الكريمة، نحتاج واقعا ليس فقط صادرات، لأنه الصادرات مهما ارتفعت، وهذه رسالة لكل المعنيين بكل البلدين، الصادرات مهما ارتفعت كم تبلغ؟ 400 مليون يعني in one year مليار دولار؟ أوكي، وهذا صعب أن يوصل للرقم، يعني يحتاج وقت. لكن عندما تكون هناك استثمارات مشتركة، ستهيئ القاعدة لتعامل تجاري أكبر وثقة أكثر و أسس، يعني قاط، يعني ممكن نقولها أيضا قاطرة لنمو أعلى. على سبيل المثال، يعني لو فرضنا دخلت شركات مصرية في جولة التراخيص التي أعلنها العراق مؤخرا في 13 حقل ومنطقة جغرافية في العراق، هذا مهم لكلا الطرفين. كذلك لو تدخل الشركات المصرية في الإعلان الذي تم في العراق لإنشاء استثماري 5 مدن سكنية في 5 محافظات بضمنها بغداد، هذا الاستثمار نشجع على ذلك، لأنه سيفتح الباب بما فيها للمنتجات الصناعات الإنشائية. يعني على سبيل هناك نفرض حديد التسليح، نفرض المواد الإنشائية عدا السمنت، أي مواد الكرينز، القوى العاملة، وهكذا. هذا الذي أنا أطمح من حكم الاختصاص وحكم الذي نعتبره الأساس للتطور وتطور العلاقات أقصدها، عندما نلجأ لهذه الخطط. لكن عودة على ذي بدء موضوعة مذكرات التفاهم، مذكرات التفاهم نحن نقول دعونا نحولها. لذلك هم يوجد بند بالاتفاق الذي حصل اليوم، انه رؤساء باعتبار انعقدت اللجنه العراقيه المصريه المشتركه الاجتماع الثاني او الجوله الثانيه، الذي نوصي به انه يوجد فريق متابعه 2 من كل طرف من كلا البلدين، لكي تتحول الى فعل هذه مذكرات تفاهم. لانه نحن لكي نكون عمليين، وانا متاكد الاستاذ حسين الغزاوي يؤيدني، لانه احنا الاثنين مهندسين، والمهندس لا يستطيع ان ينتظر، يعرف انه لما تحصل خطه يجب ان تنفذ. لذلك كيف نحول هذه المذكرات الى فعل اتفاق وينفذ؟ لا، بل كيف تطور. خاصة أنا ألمح إلى هناك اتفاق بين السياحة مثلا في مجال السياحة. نعم. بالذات أركز عليه، لأنه الباقي أنا أعتقدها يعني قضايا تطوير قدرات وغيرها. أتليست تو ستارت، وبنفس الوقت علمنا أنه ممثل وزارة الصناعة العراقية سلم المختصين والمستثمرين والشركات المصرية ملف للفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، لأنها أعلنت قبل أكثر من شهر عن فرص استثمارية بعضها جذاب، وأعتقد هناك اختصاصات في مصر لشركات مصرية، ليس فقط أن تكون مهتمة إنما ذات خبرة في تلك الفرص. شكرا جزيلا لك المهندس عامر الجواهري، استشاري التنمية الصناعية والاستثمار، ونتمنى أن تعود الكهرباء سريعا في بغداد. وأشكر أيضا المهندس حسين الغزاوي خبير الطاقة ضيفنا من القاهرة. مشاهدينا، كهكذا نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة. أشكركم جزيلا على المتابعة، ونراكم دائما على كل خير.